مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. من بعد تساؤلات كتير كبيرة من طرف الجمهور حول خلاف رغدة ورضا وحقيقة العلاقة اللي بينهم، بدأت الأجوبة تظهر للجمهور على السوشيال ميديا بآخر يومين. فشاركت رغدة فيديو كان تحدي على تيك توك، فكان التحدي يشبه تحدي لو خيروك، وكان يعتمد على ذوق البنات لاختيار الشاب المناسب. فمن بين الاختيارات كان التعرف على شاب جديد أو شاب قديم، فاختارت رغدة الشاب القديم. فتساءل الجمهور هل المقصود بهذا الفيديو هو رضا؟ أما الاختيار الثاني فاختارت رغدة أنها مو مرتبطة، يعني حاليا ليست على علاقة. أما هشام فأثار الجدل بآخر مقابلة له على قناة الشروق الجزائرية بإجابته الصريحة، واللي كانت من بينها حقيقة علاقة رغدة ورضا، حيث أكد هشام أنهم من أول كانوا أصدقاء فقط ولم يكونوا على علاقة، وأن علاقته برغدة مثل علاقة رضا برغدة. شو رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. أما نارين بيوتي فسافرت من دبي للسويد وشاركت فلوج كامل على قناتها على يوتيوب، وثقت فيه هذه السفرة وكيف فاجأت عائلتها، وشاركت هاي الصورة على انستغرام مع أخواتها البنات سيدرا وشيرين من بعد وصولها. أما سيدرا فشاركت أول إطلالة لها على انستغرام بعد العملية التجميل، واللي كانت ثلاث صور مختلفة. شو رأيكم بإطلالة وشكل سيدرا بعد العملية؟ أما موفلوكس فتلقى هجوم كثير كبير من طرف المتابعين بآخر فيديو نزلوا على قناته على يوتيوب، واللي كان مع شلة جديدة، واللي من بينهم أنس وبيسان والمودل شوق محمد، حيث تساءل الجمهور عن سبب غياب نارين بالفيديو، وهل تغيرت الشلة، وعن إذا رح يرجع يصور مع نارين بالفيديوهات الجاية، وطالب الجمهور بنارين بالفيديوهات القادمة. ما رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.